الموهبة المغربية لامين يامال يتسبب في جنون وصدمة وانهيار الإعلام الأسباني بتصريحات تاريخية أسطورية نارية عظيمة جدا جدا جدا. لامين يامال يؤكد: سأتواجد مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية وهذه التفاصيل. ولكن قبل الدخول في التفاصيل وفي البدايات، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. أكد اليوم الموهبة المغربية الكبيرة لامين يامال أنه سيتراجع عن قراره بتمثيل المنتخب الأسباني وسيتواجد مع المنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة، وقد أخبر الاتحاد الأسباني بهذا الأمر. كما اعتذر لامين يامال للمغاربة عن قراره بتمثيل أسبانيا في السابق، مؤكدا أنه تعرض لضغوطات وتهديدات من الاتحاد الأسباني من أجل أن يمثل المنتخب الأسباني، ولكن الآن لامين يامال أعلنها: أنا حر، أنا مغربي حر، دمي مغربي، أعشق المغرب، سنفوز بالكأس أيها الشعب المغربي العظيم. هذه التصريحات كانت لصحيفة سبورتس الأسبانية، مما تسبب في انهيار وجنون في جميع الوسائل الأسبانية الإعلامية وأيضا الصحف الأسبانية. لامين يامال اختار المغرب فالمغرب اختاره، لامين يامال يعشق المغرب فالمغرب يعشقه، لامين يامال يحب المغرب فالمغرب يحبه.